تحية لكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة. إلى العناوين: اللواء سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، الوفاء بالعهد. ويؤكد من القطاع العملياتي جنوب تندوف ضرورة إلى الأهمية القصوى للتحضير والتمارين الاختبارية. وزير الصحة يكشف من أشلف عن توسيع منحة الخطر لفائدة مستخدمي القطاع. وكاميرا التلفزيون ترصد شهادات 13 فردا من عائلة واحدة بسطيف تعافوا من كورونا. مئة وتسعون حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وارتفاع الحالات المتماثلة للشفاء إلى 2067 وتسجيل 5 وفيات جديدة.